I don't think so. لا أعتقد ذلك. I know that there are some أنا أعلم بأن هناك بعض الناس قد يخالفونني الرأي، ولكنني لا أعتقد بأن إسرائيل قد تقدم على ذلك. لقد هددت إسرائيل باستخدام الخيار العسكري منذ بداية القرن الحالي، ولكنني أؤمن شخصيا بأن إسرائيل لو أرادت فعل ذلك لفعلته مسبقا قبل العديد من السنوات قبل 2021. لقد كان هناك الكثير من العوامل التي منعت إسرائيل من تنفيذ هجمة عسكرية ضد إيران، وهذه العوامل ما زالت قائمة. ربما بعض الناس يقولون بأن إسرائيل خائفة أو مترددة، ولكن إسرائيل تريد من إيران ومن الولايات المتحدة أن تصدق بأن إسرائيل سوف تنفذ مثل هذا الهجوم. ولكن مجددا، إذا وضعنا جانبا كل التصريحات الساخنة والتهديدية، فإنهم في الغالب منطقيون وقد يرون مثل هذا العمل خطرا للغاية. طيب، هل تعتقد أن إيران تتعامل من موقف قوة، خاصة بإضافتها لأجهزة الطرد المركزية الجديدة بهذا الشكل وتسريع التخصيب لليورانيوم بهذا الشكل الكبير بهذه النقاوة العالية؟ هل إيران يعني تأبه لهذه المفاوضات بإضافتها لهذه الأجهزة؟ إيران تحاول أن تضغط على الولايات المتحدة وعلى الدول الأخرى. الإيرانيون يسعون إلى دفع الأمريكيين إلى موقف تجعل الإدارة الأمريكية ترى بأن ليس لديها أي خيار إلا أن تقدم التنازلات لإيران، وتسعى إلى ذلك من خلال تخصيب اليورانيوم، وأيضا الهجمات الإيرانية على ناقلات النفط في المسطحات المائية القريبة. إيران تحاول أن تجعل أن تزيد العبء على الولايات المتحدة في حفاظها على العقوبات ضد إيران، وقد فعلت ذلك منذ العام 2018. وقد كانت الجهود الإيرانية كلها تصب نحو دفع الأمريكيين إلى أن يظنون بأنهم يدفعون ثمنا باهظا لسياستهم الضاغطة على إيران، بالإضافة إلى سياسة إدارة بايدن والتي أبقت على معظم العقوبات ضد